كاين واحد المشكل كان وقع ليا مع داك المساعد ديال المدرب ديال جمعية سلة. حنا ولينا نلاحظوا ولينا شاهدنا رئيس تهبط من تريبين وتيوقف مقابلة، واللاعبين والبونتوش كامل تينوض تيقول للحكم ان هاد الفرقة تشري الماتشات. واش الحكم اللي تيعطي هذاك البيلانتي؟ واش حنا تنشريو الماتشات؟ اي فريق ولينا تنلعبوا معاه في خارج الميدان هذا هو الحجة مع الحكم. حكم تيسيف لي على كوفره واحد الرجا، تنوض بنادم كامل لا البونتوش ديالهم لا كلشي، علاش هذاك ما عطيتيش هذه، علاش هذه ما عطيتيش؟ ونعرفوا هنا الاخطاء وارده في كره القدم، لا علينا لا على فريق على الفريق ديالنا ولا فرق اخرى. لاحظت ان بعد ما انا واحد الكره اللي ياسين صالح يضربها وسط الكاري اللي قاصد واحد اللاعب في ايده في الكاري والحكم قدامه ما سيفلاش، انا غوت الحكم ناض هذاك المساعد وناض تيغوت يقول لي راه تيشريو الماتشات. انا جاوبته انا سبيته سب الراجا سبيته، خرج معايا النطاق ديال من مورا حيد جبد هضره اخرى جبدت معاه هضره اخرى، سب الراجا سبيته وبنادم هو تيقول انا لعبت في الراجا. نسول عليه هو ما تيعرفو حتى واحد بعدا اللي هضر ويقول لي انا لعبت في الراجا، فين لعب في الراجا؟ يجبد لي واحد التصويره انه سنيور في الراجا ولا سميته مرحبا به، ومن الاخر تيقول انا ولد الراجا. هذاك ولد ماشي ولد الراجا، هذاك ولد الراجا وتيتهمنا اننا نشريو الماتشات. هو فرقه كامل اي فرقه نلعبوا معاه يقولوا الحكم حنا نشريو الماتشات بصفه الحكام هادو تيولي عليهم واحد الضغط. اللهم يوليو يجيبوا لنا حكام من برا وهم يشدوا لينا، حنا ما يعرفوش اللغه ديالنا باش نهضروا. حنا ولينا نلعبوا معاه حنا نشريو الماتشات، وفرق تنكونوا رابحينهم بجوج ولا ثلاثه وتيقولوا تيعطينا كوفرة وحنا رابحين، تيقولوا ماشي نشريو الماتشات، واش حنا ضاربينهم بثلاثه ولا اربعه وتيقولوا تيشريو الماتشات؟ هادشي اللي يمكن لي نقول دابا.